مساء الخير أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مساء الخير. مساء الخير منى. مساء الخير شيخنا، وأهلا بكم مشاهدينا أينما كنتم في بداية هذه الحلقة الجديدة من برنامج مساء الخير. هذه الحلقة اللي نناقش فيها والله نسلط الضوء على قضية المساء، على المشاريع الثقافية. إذا المشاريع الثقافية هي موضوع قضية المساء. معنا كذلك حكاية إنسان علي الشيخ، وهو أستاذ جامعي وناشط في المجال الجمعوي. لنا كذلك منى فقرة، لنا وقفة مع فقراتنا المعتادة، فقرة منوعات وفقرة صفحتنا على الفيسبوك اللي نتابعوا فيها تعليقاتكم ومقترحاتكم على برنامجنا. وحالا لهنا بدء في قضية المساء بعدها الفاصل القصير. إذن مرحبا بكم من جديد، ضيوفنا في قضية المساء الشاعر الأمير محمد ولدومو، منسق المجموعة الوطنية للسياسات الثقافية. معنا كذلك الراجل والعمر والبويليل، وهو سكرتير المجموعة. أهلا وسهلا الراجل. إذن مرحبا بكم معنا. إذا نبدا معك محمد، مرحبا بك بعد كاع في الاستديو. مساء الخير محمد. مرحبا بكم في اول لقاء بعد العودة الميمونة باذن الله من المسابقة اللي مساء الخير. ان شاء الله معتاد هي اول مرة اجي. مساء الخير بعد العودة الحمد لله. إذا غير بعيد من الشعر والإمارة وذا النوع، ذلك قال الموضوع يقعد مفتوح أكثر، قضية الثقافة بصفة عامة أو المشاريع الثقافية تحديدا. من درك مدخل بداية الموضوع اش تختار تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا. هل عن نتكلم عن مصطلح المشاريع الثقافية؟ هون عندنا كلمتين كبار، مصطلح مشروع وكلمة ثقافة. نحن نتكلم بصيغة عامة عن جميع المشاريع ولا جميع البرامج ولا جميع الأفكار ولا جميع الأنشطة اللي عندها طابع ثقافي. وطبعا عندنا هون الثقافة مجموعة الواسع، ما الثقافة مجموعة مفهومة البسيطة اللي بدون مفهوم عن موسيقى شعرية ولا مهرجان شعري ولا كذا، غير ذاك ذوك الأنشطة ولا ذوك التظاهرات ولا ذوك المهرجانات الكبيرة ذات طابع ثقافي بشكل عام، سواء كان طابع ثقافي إبداعي كيف الشعر وكيف الموسيقى وكيف الفن التشكيلي وكيف السينما وكذا، والله الثقافة الشعبية كيف الرقيص الشعبي وكيف ذوك الأمور الشعبية كاملة، والله الأمور عندها علاقة بالتراث وعندها علاقة بالأمور المتحفية كيف تاريخ موريتان وكيف تاريخ مدن وكيف النوع من الأمور. معناها بشكل عام أي نشاط عنده مدى معدلته، عنده جمهور مستهدفه، عنده علاقه بالثقافه، هو اللي مترقي منه حاليا، قالوا مشروع ثقافي. هو طبعا موريتان خلينا نقولوا عنه مازال ما هم ياسرين المشاريع الثقافيه المستمره، قد نحسب عروس الاصبع غير خارجين طبعا مشاريع ثقافيه كبيره في موريتان. قد نذكر منهم مهرجان المدن القديمه، قد نذكر مهرجان السلام عليكم للهيب هوب، قد نذكر مهرجان السينما اللي تعدل دار السينمائيين، قد نذكر مهرجان الادب اللي عدلوا اتحاد ودباء، مجموعه من ما تفرق من الشطاء غير مولي كانها محترفه ولا كانها خاصه شيء ولا كان عندها المشاكل ولا كانها محتاجه لدعم ومحتاجه لتطوير ومحتاجه لتنزال، ذاك موضوع نقاش ثاني اعتقد عنه. اذا المجموعه اللي انتم تتولوا منسقها اين هي من المجال؟ جميل. حبذا قاعد لو دخلنا شوي بلمحه اعطيتونا خلفيه عن المجموعه. والله بكل صراحه المجموعة الوطنية للسياسة الثقافية ولا للسياسات الثقافية هي مجموعة من الفاعلين الثقافيين المستقلين. طبعا نقول فاعلين ثقافيين معناها الناس اللي تشتغل ميدان الثقافة، حتى لا عاد ما هي فنانين. ذوك الناس إضافة للفنانين، الناس اللي تعدل تنتج الثقافة، الموسيقيين والفنانين التشكيليين والمخرجين وكتاب القصة القصيرة وكتاب الروايات، يعني الناس كاملة تنتج. ناشطين في مجال إضافة للفاعلين، إضافة الطرف الثالث نحن كنا دائما عندنا معاه مشكله اللي قالوا الطرف الرسمي. هون علاقه ثلاثيه ما بين الفاعلين الثقافيين والفنانين
ونقول الفنان ما عني الا حد يغني بالضروره، يعني الفنان بشكل عام الفنانين هون علاش ما يعودوا مجمولين مع الفاعلين الثقافيين؟ بيهندي ما بالضروره يعني يعود فنان مو فاعل ثقافي، هو ينتجته غير اسكو حاس ولا واعي كامل ينتج عنده علاقه ولا يحتاج لك ما بالضروره غير والفاعل الثقافي ما بالضروره فنان، يقدر يعود نرقش عادي طبعاً. تخصص اقتصاد ولا تخصص قانون غير عنده مؤسسه لدعم الثقافه ولا عنده توجه ولا عنده اداره روايه علاقه بالثقافه، لكن ملي ينقادوا فاعل ثقافي. اضافه للجانب الرسمي هون نحن قررنا عنا كفاعل مستقلين بالتعاون مع وزاره الثقافه كراعي رسمي لنقادوا الثقافه بالبلد بشكل عام، نقادوا وزاره الثقافه والصناعه التقليديه ان نتخموا عن لماذا ما نكتبوا نحن كمستقلين للي دوره بشكل عام ونعودوا نقدموه من خلال نافذه وزاره الثقافه شور البرلمان وعود. طبعا احنا ما نقدر نقدمه لان ما عندنا فيه الحق، احنا واقف عادي دوله مستقله مع وزاره الثقافه كجزء من الحكومه تقد الى انت تقتنع بالعدل نحن تقد تقدمه للبرلمان ويصادق عليه، عندنا ورقه ولا عندنا وثيقه اذا مشات وزاره وجات وزاره اخرى ومشات حكومه وجات حكومه اخرى ومشاو مديرين وجاو مديرين اخرين، عندنا نحن كفاعلين ثقافيين عندنا وثيقه نقدر نتعامل معها، نتعامل مع الاشخاص، يعني تعرفوا انتم في موريتانيا اي وزير جاي عنده افكاره جديده ما بالضروره يتسمم ولا واحد اخر ينسف ذاك اللي سابقه ويبدا من جديد، دونك احنا فكرتنا عن عدم شيء محكوم بليد ما يتعارض مع تغيير الاشخاص بشكل عام، يعني غير طبعا عند ياسر الاجزاء وياسر الافكار نقدر ناقشوها. الراشد طبعا محمد تكلم قاعد بالتفصيل شوي عن المجموعه الوطنيه للسياسات الثقافيه يقارن اللي انت بوصفك هو سكرتيرها، حابه لو تتكلم لنا عن هي بعد قاعد متى ذي الفكره متى اين تخلقت وشن هما اهداف ذي المجموعه تحديدا وش بدتوا قدمتوا في هذا في ذي المجموعه؟ شكرا جزيلا على الفرصه، وحسب اللي تكلم عنه الممثل اعطاكم الى حد ما الاطار العام اللي دخلت هذه المجموعه للعمل في الدارو. هي اساسا عباره عن مجموعه وطنيه طرح من مجموعه عربيه، موجوده في عدد من الدول العربيه من بينها الجزائر، من بينها مصر، من بينها فلسطين، من بينها الاردن، سوريا، المغرب، تونس الى اخره، يعني هي يعني طرح مماثل لفروع اخرى موجوده في بلدان عربيه اخرى. وجود المجموعه العربيه للسياسات هي فرع منهم معناها تابعه لهم؟ لا هي في مجموعه العربيه للسياسات الثقافيه عندها فروع بالبلدان العربيه بلدان كبلد عربي فروع منها هي غير خاصه مستقله عنها النظام عربي على المستوى الدولي كل دوله عندها هي سياسه ثقافيه خصوصيتها وفريقها اللي يشتغل. احنا على مستوى موريتانيا كفريق للمجموعه الوطنيه للسياسات الثقافيه يعتبر وجودنا في موريتانيا الى حد ما هو تتويج ل جهودنا ويعني وانشطتنا وحضورنا على المستوى العربي في اطار العمل الثقافي. والمجموعه اساسا كما اشار محمد يعني هي الى حد ما محاوله لانقاذ باللي قال له واقع الثقافه اللي موجود واللي مزري في البلدان هذه واللي للاسف يقع رهينه مجموعة من الانقطاعات اللي تخلق على المستوى الرسمي ومجموعة من حالة غياب الاستقرار داخل الجهاز الرسمي الوصي المعني اللي هو وزارة الثقافة. هذا الانقطاع وهذه عدم الاستقرارية الثقافية اللي تخلق في هذه القطاعات خلات انه للأسف ما في شكل ثقافي واضح يعكس هوية وخصوصية وتميز، يعكس ياسر من الثراء اللي ممكن يعود هو نقطة قوة موريتانيا اللي الثقافة بالنسبة لموريتانيا واحد من الموارد اللي تعتبر يعني فريدة من نوعها. القطاع الرسمي نتيجة لعدم الاستقرارية اللي تخلق فيه وذاك عنده تبعات سياسية احنا بندعو ما انا معني حاسة بها احدث الى حد ما شرخ الثقافة الموريتانية وشرخ في شكل وطبيعة هذه الثقافة سواء على المستوى الداخلي سواء على المستوى الدولي. وهذا خلانا احنا ننفتحوا جدا على هذه الفكرة ومحمد من الناس اللي واكبوا تحضيرها وبلورتها وإنضاجها 2011 وواكبوا تمهيد الإطلاقها على مستوى موريتانيا والجهود اللي بذلت في الموضوع اللي ده. الفكرة الأساسية على أنه كيف تعود موريتانيا كلها كما قالكم بما فيها مشتقلين بالحقل الثقافي، بما فيها فنانة، بما فيها مدراء ثقافة، بما فيها حتى مبدعين في مجالات ثقافية أخرى، بما فيها مشتقلين على مجالات بدء التدخل هي اللي قالوا الصناعات الثقافية. هذا الجمع كامل حتى بما فيه المواطن العادي كيف يعودوا مدمجين ومشركين في
كتابة وثيقة خاصة بالسياسة الثقافية تعبر عن الهوية الموريتانية، ما يعود الثقافة مثلا كل يعني كل 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 خطاب مرحلي وزارة معينة هو اللي حدد ثقافة موريتانيا. ثقافة موريتانيا المفروض أن تحددها موريتانيا كلها ولا تعد مرتبطة بنفس سياسي معين أو منطق معين أو فلسفة معينة أو خلفية معينة، وهذا شيء ينعكس سلبا علينا نحن كمجتمع وكثقافة. لذلك الاستقرارية الثقافية ما قد صح ما هو لاش برنا وثيقة عليها إجماع وطني. إجماع وطني كما قال لكم يمر بالمواطن العادي، يمر بالمواطن الفاعل، يمر بالفنان، يمر بالمبدع، بالدكتور، بالمؤسسات الثقافية، بالمدراء، بكل هذه الشرائح كلها، ويعقب يجي الجهاز الرسمي ويشتغل بالورد هذا السياق مع الجهاز الرسمي ويعقب يطور الفكرة ياكاش بردها قبول داخل البرلمان وتحقق كما قال لكم بتعود قانون يحميها وتعود ما هي تابعة للاضطراب السياسي اللي أحيانا يعصب بعض التوجهات. جيد، إذن شكرا على المعلومات الوافية. محمد راجل تحدث عن مواكبتكم الفكرة أصلا لتأسيس المجموعة تقريبا، من درى شنو هي كان في مشاريع ثقافية تأسست عليها المجموعة وتم على أساسها مثلا اعتمادها كعضو ولا من المجموعة العربية للثقافة؟ جميل، هو هذا عن المجموعة الوطنية الهدف الأساسي من إنشائها ما هو عنها تقول عندها مشاريع ثقافية غير عنها تدفع مؤسسات ثقافية والأندية الثقافية والجمعيات عنها تتبنى مشاريع ثقافية وتطلقها وتشرف عليها وتعدلها بغض النظر عنها. هذا واحد من الأهداف عنها إنجاز فورس مادة كاباسيتي رفع الخبرات ولا تعزيز الخبرات والله تعبان يا بالباب تحاطينا والله شيء. هذا واحد من الأهداف. غير الهدف اسمه من كان هو ببساطة عن توب الفنان يعود أولا تعود ذا اللي عدل عنده قيمة في المجتمع وعنده قيمة بشكل على المستوى الرسمي غير مولي لعل يعجز عن يعود قد يعدله تعود فم جهه يسوى مستقل يسوى رسميه ويسوى مستقل. يسوى شنو قال لهم رجال الاعمال والناس اللي يقدوا يعاونوا معناها انا مثلا نقعد فنان ما هو قاعد يغني الاسباب ما هو قاعد يغني به ما عنده مثلا الكره ولا ما عنده كذا من درك كان هذا مشكلته هو وما يقدر يعدل الميكرو راسه معناها فم رجاج ولا فم هي جهه يا ما تعود محتاجه عن ذا الفنان والله ذا المبدع توفر له ظروف يعدل فيهم شغلته يعود مولي تعود رنتابل يعود قد يعيش منها وهذه مشكله الثقافه بشكل عام ما هو مرتاح العالم يعني يعود الفنان ما يقدر يعيش من فنه يعود مشكله هو يعني ما يمشي يفتح بوتي ولا يمشي يعود مولا تاكسي ولا يمشي يعود ليس مجال ولا تقريبا يشغل على ببساطه والله مولي يعود روايه اللي هي في النهايه نوع من انواع الجمال ضروريه تعود خارجه في اي بلد يقدر يستمر فيها وابنها يقدر يستمر معاش. هذه واحده من النقاط اللي نركزوا عليهم عن الفنان ضروري 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 يعدل الفن وضروري يعيش الاثنين في ليده واحده ضروري يعودوا خارج مشاريع ثقافيه كبيره عندها مردوديه ماديه واذا ما نكس حالي نقولوا عن الفنان يرد عنده مردوديه ماديه واذا ما يخسرش الثقافه عاد تنباع واذا ما تخسرش هي اللي الخالقه شيء ما بينا ما نقول وذا الثقافه اللي كانت تنباع نختارك تشرحها شوي بس هذا يعني نعود هذا الراجل والله هاي الطفله فنانه تشكيليه ترسم وترسم هاي دي عندها الحق تعيش من لوحاتها معناها تقد ما تحتاج تعود مولات بوتيك ما محتاجه تعود كوافيز ما محتاجه محتاجه تركز على تم ترسم وتبيع لوحاتها وتعيش منهم. هذا اسكي ما هو خيالي شوي ولا طوباوي اذا كنت يعود طوباوي فعلا بحق اول ياخذ هو اللي نهدفه له يقارن وجهه انه ما هو كل فنان لوحاته تستاهل تعود تنباع ولو هو كل ممثل مولي تمثيل من تركانكم ببساطه هو اللي اشتغلوا اشتغلوا علاش؟ عن ذو المبدعين يعودوا يقدوا يقدموا مشاريع اذا اللي يقدموا يعود عدلوا يسوقوا يقدوا يسوقوا ببساطه هو في النهايه في خارج فكره شائعه وكل حاجه عرفها عن المعطى ولا النتيجه ولا المنتج الادبي ولا الفني ولا الثقافي. عاده اسم في النهايه يعني قبضوا اي فكره قبض حد مثلا محمود درويش يقبض قصيده الشاب كينو عادي يكتب الشعر ويقول عن محمود درويش يقول هالوحدين جماعه عاديه صداها يقدوا تاثر عليه يقول والله هاي زينه ولا بينما يقبض شيء الواحد شاعر كبير ويقول هذا قايل وانا عضو عادي في ليسه ولا كذا دوري يقول بالتالي هو المنتج في النهايه في حد ذاته اسم ونوع من التسويق ونوع من التعداد للاسم
باختصار كيف تجي عدل في التجاره غير هذا نوع طريقه فنيه وطريقه ثقافيه، بالتالي احنا ندفعوا الفنانين عنهم يقدروا يسوقوا رؤوسهم يسوقوا بضاعتهم الفنيه بطريقه تعود شنو ما هي السوقيه حتى ولا هي ما تعود مبتذله قصدي ما تعود مبتذله غير يعود انتم في الحق ببساطه انت الحق هذا راجل يخبط البيانو والله يخبط جيتار انتم الحق يعود يعيش من هذا ببساطه غير ما يقدر تخلق ببساطه يقول ما عاد هو حاس بها ويقدر يطور مشاريع ثقافيه كبيره في الفن اللي يشتغل فيه ويعود هو اللي فهم المتلقي يشتغل حد على المتلقي ويشتغل على فكره عن 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 عن, 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 عن الثقافه ضروريه وعن الدوله تحس أن إذا ما خلقوا مسارح، إذا ما خلقوا دور سينما، وإذا ما خلقوا ألبومات موسيقية، وإذا ما خلقوا واحدين يغنوا، في النهاية الدولة اللي يقل هالشيء، دونك هذا مولي نوع من ديران الدولة في بلد تعود حاسة بمسؤوليتها عن 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 عن, عن, عن بلد بلا ثقافة عنه بلا معنى، وثقافتها أنا تكلمت عن الجانب الإبداعي، غير مولي انفتح على الثقافة كاملة عن ذيك المرأة اللي قاعدة في سين كيام اللي تعرف تسبق الدارع بطريقة مختلفة ذا نوع من ثقافة البلد طريقة يرقصوا بها واحدين عاد تندثر هاي ثقافة يا تندعم طريقة كلام الناس الأولى أي شيء عنده علاقة بالتراث عنده علاقة بالتاريخ عنده علاقة بالجانب الإبداعي هذا نشتغل عليه وإحنا أساسا حال نشتغل على نقطة أساسية هي عنا ندربوا ياسر من الشباب عندهم يكتبوا مشاريع ثقافية بطريقة مختلفة وينفذها بطريقة مختلفة مختلفة عن العادي عن بشكل الهواة اللي متعودين عليه. زين إذا الراجل من ترى أنتم كانكم عندكم سياسة معينة بما أنكم أنتم سياسات ثقافية هي اللي كان عندكم سياسة معينة اللي هي تعتمدوا عليها مثلا الطريقة اللي تقدموا عندكم وثيقة اللي هي تقدموها عندكم شنو هي الطريقة اللي تتبعوا لهذا السياسات الهامة منكم؟ جميل هو هذا بجود هو قمة اللي تسعى له المجموعة هو قضية وثيقة خاصة في السياسات الثقافية قبل هذه المرحلة احنا مرحلة مهمة جدا لمرحلة التحسيس انه في الفترة الأخيرة محمد كان من المشرفين على لقاءات شملت حوالي 40 جهة ومؤسسة على انه كل المؤسسات اللي تعود عن توصيل قطاع الثقافة يجب أنك تلتقى بها وتحكي وتتكلم معها. قطاع الثقافة كمؤسسة هو كان من أول المؤسسات اللي التقوا به وتكلموا معه واقترحوا عليه الفكرة. قطاع الثقافة عادة في طاب الثقافة مثل يعدل استراتيجية ولا أي شيء في المجال اللي ده يكتتب خبير مختص ويطلب منه يعطيه مسودة ويعود هو يعرف عليها بعض التعديلات وتعرف له هذه المسودة هي اللي تمشي عليها الميتان. الفكرة اللي عندنا نحن على أن عندنا تصور نقولوه لوزارة الثقافة نقولوه للمؤسسات الثقافية المجتمع الإنساني نقولوه للمراكز الثقافية والهيئات الدولية الناشطة في المجال على أن البلد ما هو محتاج عن إجابة خبير ويعدل المسودة ويخلق عليها تعديلات شخصين ثلاثة وتقوم هي اللي تمشي هي خارطة طريق مويتها، عنه هذا ما هو الاسلم، عنه هم مجال عن نحن وقطاع الثقافه وهذا الخبير والمؤسسات الثقافيه كلها وكل الفاعلين الثقافيين كما قال في محمد وكل المنتقلين بالحق المبدعين والفنانه وحتى الشعب اللي مهتم كامل ويقعد ويقول الثقافه اللي تعبر عن مويتها شنو؟ هذه الثقافة هي اللي بيت الفضل المجموعة حد اللقاء تجمع فيه الناس وعود الناس اللي تقترح الصيغة والشكل الثقافي اللي يقبض البلد ويعودوا مجموعة تعين مجموعة مختصة تشتغل على الوثيقة وهذه الوثيقة فيما بعد ليتم دراسته وتم تنقيحها وتعود وراء ذلك تقدم كمقترح المجموعة ما عندها هي وثيقة جايبتها ومقترحتها على البلد ولا حتى على الفاعلين فعلاً هم اللي يمشي الفريق الوثيقة بها اللي ياخذ جاية من عندهم تعكس رؤيتهم تعكس تطلعهم تعكس حلمهم تعكس خصوصيتهم بها اللي احنا عندنا الحمد لله ثراء عندنا تنوع كبير احنا عندنا مجموعات عندنا الحاطين عندنا البيضان عندنا الاخوة هذا كله عنده هو بعد خصوصيته اللغوية الثقافية الفلكلورية الى اخره هذا الثراء هي عليها منطقة معينة ولا فكرة معينة ولا فئة معينة ولا فئة معينة لكن هي بس سياسية لكن أساس إحنا ما عندنا فرد جايبينه جديد لا يقترحوا ولا نحن جايبين مبادرة هي نجمع الناس على كلمة واحدة إن قال ثقافة وثيقة خاصة بالسياسة الثقافية الموريتانية هذه الوثيقة بكل نزاهة بكل تجرد المجموعة لا حد منها مؤطر وموجه ومساعد للوصول لها
يعني يمكن قال ابو محمد توصل للوزاره المختصه هي اللي يلا تتكمل، احنا يبقى شنو شنقال كلوبي نبدا نشغل على اللوبيات نشغل الضغط ياك جهودنا ما ترجع للوره وياك اللي تم تسيل في النهايه تتحول من مسؤوليه الامانه برضو عليك تشغل عليها. على الاساس احنا ما عندنا وثيقه جايبينها من الخارج ولا جايبينها من موريتانيا، احنا جايبين فكره لان نشتغل مع المجتمع عليها، المجتمع صار مهتم بفئات كامله وراجعين على نوصلوا للوثيقه اللي باهي وراجعين عنها تعود تمثل موريتانيا وتعبر عن موريتانيا كامله. جيد وثيقه ثقافيه جميله. شيخنا نصف فكره نضيف لراجل عن اكيد متاكدين عن هذه الروايه ما خلق الصبح النهار الثاني ب 2016 ب 2017 عندها عمل طويل طويل به اللي احنا عم نوصلوا الاقصى لدى الموريتاني، كل حد عنده فكره قد يقولها في هذا المجال، نادي صغير يعدل المسرح في كوبني لين وصلوا له، نقبضوا فكرته شو يبقي شو ما يبقي، معناها ان بالتالي احنا متسعين حاليا رغم مضي سنتين لا مثارات بدايه قد يبقى منا كم ما طرحنا فكره زمن قد نعرفوا عنه خمس سنوات بعد قد يقعد ما اقل منها، بالتالي احنا عاد طارحين وفوق بعيد هذا ومتسعين له وخلاق خلوقنا متسعين ونكتب 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 وندون 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 راح راجع على قلب الشغل ان شاء الله. فم هي الوثيقه اذا ما فم تصور زمني لانها تعود عندكم تصور زمني اللي تقعد على الاقل التنفيذ الفعلي في فم تصور زمني فم تصور زمني عنها هي وعن عن حتى عن 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 الزمن وعن شكلها هي هيكلتها مثلا 10 اسئله كبيره ولا 10 روايات كبيره لا تعود نقراها يقدر يطلعوا شيء جديد مثلا من هو الفنان بدون نجاوبوا بالضروري عاد بدنا نعود نعرفوا من يطلق عليه فنان من درا كانوا لا حد بوهي جيوين قالوا فنان من درا كانوا لا حد يعرف يخبط جيتار قالوا فنان من درا كانوا حد يحسوا زين ذيك الروايه ما نحن مولين نقولوها لين تجتمع مع الناس كامله وكل حد يقول يطرح فيها راي لكن لو تعود استفتاء والله الشيء تقريبا غير المستقلين المستقلين تحت رعايه وزاره الثقافه دوك المره ما نشتغلين مع وزاره الثقافه اشتغلوا معاها باش نعرفوا عن احنا اذا عدلنا شغلتنا بلا معنى الين ما تعود معنا وزاره الثقافه تقدمها به اللي انا محمد الجدوم ما قدرت اجيب وثيقه للبرلمان نقول لهم هاكو قد صادقوا على هذا وصفه كاش بالتالي ومعاكم هنا لا كشريك معنا كشريك معنا كراعي ومعنا حتى كداعي لانهم اكثر من مره قالوا عنهم مستعدين ينفتحوا لان وزاره الثقافه كانت تعدل روايه قالها استراتيجيات وطبعا خليني نقول الفرق بين استراتيجيه والسياسه هم كانوا عندهم مثلا استراتيجيه وزاره الثقافه لمدتها خمس سنوات اربع سنوات ثلاث سنوات وكان احنا زوين كبدايه فكره شنو فكره عنها تعود سياسه ما هي خمس سنوات ولا 10 ولا 20 ولا ما يقلعها مود الدستور دونك بالتالي تعود روايه مستمره افي وتعود مولي صالح الفنان ما هي صالح حد اخر صالح الفنان صالح المثقف بشكل عام وي بشكل عام لا تنسى انا مشكلتي عن كلمه مثقف يعني نقولها تمشي لي شهر ليله اخرى والفنان زاد حتى الفنان سواء الفنان ما عرفي كانت عندنا بس غير مثقف تصمم واحد عنده 70 سنه دكتور عنده مؤلفات يتكلمش العربية المتينة اللي ما ولا الفرنسية المتينة ما بحال التصور العام يا قاري لأن نقول مثقف قاعد على بالتالي خليني أنتم نقولوا فاعل ثقافي وفنان مش مشي ثنتين فاعل ثقافي قد يعود مثقف معني كلمة مثقف إذا على كل حال هي بدون أسئلة أخرى تنطرح مولي لا أنا شو بدي الأخبار ضروري على كل حال لا نحاولوا نحدوا المفاهيم اللي بعد من هي قد يحدد ضروري احنا مناوره لعنا وقت الفاصل عنه عاد لاحق اذا فاصل قصير مشاهدينا نرجعوا عاقبه ان شاء الله. اهلا بكم من جديد، عدنا اليكم في الجزء الثاني من حلقه اليوم من برنامج مساء الخير. كنا نناقشوا طبعا مساله المشاريع الثقافيه او السياسات الثقافيه. نرحبوا بكم من جديد ضيوفنا الراجل ومحمد. محمد راح نحاج نتوقف منك فيكم تقول الفاصل ما زين المهم بين ما عاد تفقدوا بينك ما عاد تفقدي بعد منين وقفنا منى. فما احنا تكلمنا شوي كنا جدليه اشكاليه عن كاع من هو المثقف والله زاد شوي من عدم تحديد المصطلحات المثقف والفنان. هل الثقافه زاد هي ربما هل هي محدده كاع زاد هي للثقافه
قد نقولوا باختصار من هو المثقف. داكور. كنت راه نقولوا من هو المثقف ولا ما هي الثقافه؟ زي بحال بعد كاع انا راه نسولوا ما هي الثقافه بعد كاع. الو خليني فما عندنا الثقافه وعندنا الفلكلور، من دراك كان هذا كان تجمع ثقافه والله كانوا كل جنس وحده. خليني ياك ما تقدم لك تعريف كبير وفخم انه يحتاج تحليل. هي انت كيف ما تعرفوا يا اسم التعريف. ايوه هذا الشيء معدل تجي نسكور هذا لانه هو شبه تعريف به على الاقل شبه تعريف من الواحد نحن فيه. ايوه الو انا هون قد نقول لكم اين الثقافه باش نحن هذوك مجموعه طيب هذاك حد اخر عنده تعريف اخر الثقافة. وطبعا يتم مفاهيم لا موضع خلاف واختلاف مع الناس. الو احنا نقول نحن الثقافه هذه الواحد فيها لو درس السياسه عين علاش؟ عين على الثقافه على ثلاث اشكال، عين على الثقافه الابداعيه معناها الناس اللي تكتب والناس اللي تغني والناس اللي ترسم والناس اللي عدل سينما والناس اللي معناها الناس تعدل منتج ابداعي ثقافي. دونك ذاك واحد. عيننا على الامور كامله اللي عندها علاقه بالتاريخ، تاريخ بلد كيف مدنها القديمه، كيف تاريخ كيف تاريخ الاسلام، كيف المتحف، الامور متعلقه بالدراسات التاريخيه. ليك انا لي عيننا على شيء اخر، عيننا على العادات والتقاليد اللي يميزوا مجتمع عن مجتمع اخر. اللي يميزنا احنا كموريتانيين شنو؟ وطريقة لباسنا، طريقة كلامنا، الأمور تعدل تيبيك ما بشكل موريتانية موريتانية، حتى شاف يقول هذه موريتانية، هذا ثقافة لأنه مثل ثقافة بلد، ولكن نفتحوا صف مفهوم الثقافة يمشي كبير، احنا أنت أنا وأنت نردوا نقولوا نو ذاك ما هو ثقافتنا والله ثقافة المرأة عندنا عنها تتكلم بهذه الطريقة ولا عنها تقوطر بالشور مسك ثقافة عندنا باسلة باسلة صغيرة من الثقافة ثقافتنا عندنا باسلة ولا يعني قال لك بروكو تلبس بروكو مولا ما تلبس معنا حالا جن وتركي قول نو احنا ثقافتنا عنها قالوا كاع ما نقيسوا الدين احنا غير الثقافة من ثقافتنا عن المرأة تلبس ملحفة من ثقافتنا عنها تتكلم بالشور وعنها تقوطر بالشور وعنها ما شنو الامور؟ ايوا زين ايوا فهمت يتعلقوا بالثقافه دونك احنا هذا هو مفهوم الثقافه عندنا معناها انه عدد الامور كامله اللي عندهم علاقه بالتاريخ عندهم علاقه بعادات وتقاليد يميزونا احنا كموريتانيين عن الناس الاخرى والجانب الابداعي منها. خليني الصا اللي كامل اللي يخليك تخمو في ليزاسباس يدخلوا هون فولي نرواجيج دخلنا في الاماكن مثلا دور المسرح دور السينما اللي معهم خارجين ان شاء الله يخلقوا الاماكن المفتوحه اللي احتمال تعدد فيها كيت لي بارك وكيف الساحات الثقافيه ثقافيه المتحف هذا يدخل في اختصاصنا المدارس والهيئات الثقافيه كيف مثلا مدرسه فيها 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 قاعه يعدلوا فيها المسرحيات دونك هذا اختصاصنا الجامعه فيها ديزاين فيه يعدلوا فيهم امور ثقافيه كامل انت نحصل في تعريف بينه وحال براسي به اللي انا ماني ذاك 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 المثقف خلينا نقول هذيك اخرى اللي قد يعدل التعريف ويدافع عنه انا نعرف ان واحد بشنو باختصار نعرف هو نعدل شنو عاقب الناس اللي نجمعوا نتاكد عنها هذا الواحد فيه دور توشي دور على الاقل يعطي فيه راي 5000 رقاش 6000 رقاش قاعد مع 10000 رقاش من موريتانيا هذا الناس يقدروا يحددوا شنو معنى الثقافه ويقدروا يعتمدون تعريف موريتاني بحت بروكوا با ويقدروا يعتمدون من هو المثقف من نطلق عليه مثقف موريتان ولا نجبر ياس الناس طبعا من هو الفنان يحددون هما تحديدا من نقدر نقولوا الفنان من راه كان نقولوها لحد ولا حد دونك هذا كامل قد يخلق اطار شغلتنا. معناها انا صارت هون اشكال اشكال مفاهيم فقط انا مطروحه ما هو نحن حد مطروحه بشكل عام الناس كامل انا قنعتوني حالا في الكواليس بروايه فعلا عن قنعتوني مثال عن مثلا قد نقولوا عن مرض ذو العليات اللي يصبغوا ورق ملاحف باللي سباقه بحد ذاتها السباقه المحليه ثقافه موريتانيه انا قد نقولوا عنها مثقفه عن ذاك الانسان اللي قال لك دخلتني مودي انت قلتك عن اللباس من نفس عن المرحفه ثقافه معناها يعني انا لكن عن حد دارك مثلا لبس بنطلون جين وموريتانيا نقول عنه مو مثقف خارج عن الثقافه خارج عن الثقافه الموريتانيا اذا معناها عن المثقف منفصل عن الثقافه من نفس تعريف المثقف وتعريف انت تعريف الاكاديميه مثقف وحده وثقافه وحده انا مو نركز انا ما لنا في المجال الاكاديمي عندنا نعطوا تعريف المثقف ونعطوا تعريف الثقافه غير احنا من ذاك كان اللي مارس نوع من الثقافه قد قالوا مثقف السؤال ثاني ماني شبه رجال قد جاوب عليه يعني مولي اكيد ينطرح اكثر مجال زين الراجل عندك شوي تدخل انت زاد بعض هاي الاشكاليه يعني انا يعني اقرب لمفهوم يتم استخدامه في المجال هو قضيه يعني
الفاعلين الثقافيين ولا ممارسي الثقافة؟ شك عنه مفهوم قدعود أقرب به اللي على الأقل يربطك بفعل ويربطك بإحداث نمط عمل ما على الأرض، شك أنا على أنه ممكن يكون أقرب. التعريف الجامع المانع ما شك على أنه اختصاصنا، وأنا بعد شخصية مانية منخرط فيه. لا هذا قاعد صعب قاعد نوصول له الاتفاق عليه، صعب الاتفاق عليه به اللي هم شمل التعاريف ما تفرق. احنا عدلنا، انا عدت تدريب، محمد عدت تدريب على ذا المفاهيم اللي ذهي، ولا بعد شخصيه منهجيتي في التدريب اللي قد اشتغلت عليه في اطار اللي ذهو، الا اني نجيب مثلا 5-6 تعاريف نعرضها على المشاركين ونشوفوا التعريف اللي يطمئن لهم اكثر، عدوا يحاولوا انهم يجبروا منهم قاسم مشترك، على انه تعطيه تعريف جامع مانع ما قد عدت فيه اللي فيها مجازفه، تفرض تعريف برؤيه معينه وخلفيه معينه على شخص، جيب ذاك اللي متاح في المكتبات وفي المكاتب وعلى الشبكات الى اخره واطرحه قدام المشاركين ويتناقشوا حوله، ذاك اللي يقرب لهم يشكل خصوصيه والى حد ما ميول معين يشتركوا عليه ويصيغوا منه تعريف قد يعودوا يعكس ذاك اللي طلعوا ذاك اللي تخموا فيه ذاك اللي هم ولا حتى ما 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 ما, ما, ما نبعد حتى في المجال بالبعد اللي ذهو، ركز على الجزئية العملية اللي تمس حياة الشخص المشتغل بالحقل اللي ذهو. كيف ذي الجزئيات اللي تعطينا عليها أمثلة؟ نعطيكم على سبيل المثال، على أنه إحنا مرحلة معينة من نشاطنا الثقافي كنا نشتغله في ليميزو دجان دور الشباب، كنا نشتغله في المقاطعات، كنا نعدله الأماسي وإلقاءات شعرية وبعض العروض المسرحية، وفهمنا نحن الثقافة عن هذا هو الثقافة. يقرب بعد مرحلة معينة اكتشفنا وكما قالكم محمد قبيل على هذه مجموعة من الهوايات اللي تشكلت عندنا نحن مرحلة معينة من اللي قالوا المراهقة، ومرحلة معينة من الإرهاصات إلى آخره. يقرب هذا في حد ذاته بالمفهوم اللي فهمنا احنا لاحقا هذا ما هو الثقافة قبال. هذه مجموعة من الهوايات ما تقدر توصل للمستوى الثقافي يكون لين تعود عاد ملامسه حياه الشخص، ملامسه خصوصيه الشخص، وملامسه فهم الشخص للي قال له السياق الاجتماعي الثقافي حتى التاريخي الى اخره. معناها على انه الفهم الجديد لمفهوم الثقافه على انه تتحول من شخص هاوي عندك ميول مجال ثقافي معين، الشخص فهم ودرك هذه الميول وهذه الهوايات اللي عنده واستطاع لانه ينزلها في منزلتها المناسبه. هون المستوى من الادراك هو اللي من خلاله قد تتحدث عن الثقافه بمفهومها المعاصر وبمفهومها اللي قد عود شوي ناضج. السابق ذا كان وهذا قد عود ما زال حال بعض عدد كبير من الشباب اللي بدايه مشواره وبداية تحمسه وبداية عمله في هذا المجال. يقر الراجل نوصله لمستوى معين من الالتزام وإلى حد ما والإحساس والشعور بهذا الشيء والإدراك نبدأ هم عندنا نقدر نتلمسه للمفاهيم اللي ذهي. سابق ذاك شاك عن مازال وقت مبكر للحديث عن ثقافة بشكل مستقل وبشكل متفصل وعاد عاطي رؤية ذاك إياها محددة. محدد واضح. من ترك انا قد نطلق المثقف، انت قلت مثلا عن كنت عندكم فكره عن لا حد عدل لمسيه شعريه، والله بعض عن لمسيه شعريه عن هي الانشطه الثقافيه، وفهم واحدين قد يعودوا عندهم عن المسرح زادهم يمارسوا المسرح والثقافه في عندهم لا قد، وواحدين السينما، من درى مثلا السينمائي ما هو شاعر، والله شاعر ولا عنده علاقه بالسينما ولا المسرح ولا كان قد يعني ينضموه للمثقفين، كان قد نقولوا عنه يمارس عمل ثقافي والله عنه هو هذا مثقف. انا بعد تصوري مجازفه شاك عن قال له فاعل ثقافي توف. وانا نفس الشيء خلينا نزيد كان احنا مثلا 2000 و2004 و2003 و2002 والسنوات كنا مجموعه من النوادي ما تفرق في والله انديه في دار الشباب جديده نعدوا الامسيات كما قال لكم نعدوا الامسيات الشعريه ونعدوا المسرح. انا بعد تقريبا 10 سنوات من ذاك الزمن لو خط جديد على دار الشباب الجديده بل ما كنا نحن نعدو شاكنا على نعدو اللي قالوا الفعل الثقافي في البلد اكتشفت شاب صغير عن انفاس مع دار الشباب فيه العيات يعدوا الخيام ويبيعون. انا بنفس الوقت كنت انا شاك عني انا واحد نعدل الثقافه ذيك الساعه هل العيات يعدوا الثقافه انفاس معنا غير احنا بالنسبه لنا ما ذاك الوقت كنت ما كنت داركها شاك عن معدل الشباب هم يعدلوا الثقافه هذه الخيام ثقافتنا طبعا هذا يمارسوا فعل ثقافي.
وانا اكيد ما تاخذنا قضيه كلمه مثقف. هو المثقف مستوى من الوعي اخر، مستوى من الوعي واحد عنه ما عنده علاقه بالممارسه الثقافيه. غير الثقافه يقدر يمارسها غير به اللي نتفق انا وتاكيد ما راكي تختلف معي فيها، خلق ياسر المثقفين ما يعدوا جعل ثقافي، ما يعدوش المثقفين قطعا هم لانين واخباريين وقراوا ياسر. صحيح. غير من درا كانهم الفوا، من درا كانهم مارسوا جعل ثقافي ما عدوها، ولكن من درا كان قد يقول اليوم مثقفين ما عدا ثقافه. انا ما عندي الحق نقلع من راجل عدى الثقافه راكب معي لسنوات نقول انا عندي مثقف به اللي ما عدى الجعل الثقافي. لان انتم دائما عندنا داخلين فخ المصطلحات والمفاهيم. ومن درى هذا كانوا قد يكون مثلا هذه صعوبة تحديد المفاهيم كانوا قد يعرقل وجود وثيقة ثقافية. راح لأنه ما هو يعرقل يقد يفيدها به اللي احنا هون احنا نتفكروا في تعدد الآراء. احنا حالا 11 رقاش لا أكثر. أيوه. هم اللي قايلين عنا الفريق اللي حالا يشغل السياسه الثقافيه، اول شيء يخلق مؤتمر، مؤتمر يدعو له تقريبا ما بين 500 و 800 رقاش من موريتانيا كامل، يجون ناقشوهم ويقعدوا في ورشات ويقعدوا في مجموعات صغيره، هكذا نقوموا نحن ذوك الناس اللي يخلق فريق تقريبا 100 رقاش ولا 200 رقاش وتنطلق يزاد مولي تكونتاكت الناس، وخارجين واحد كونتاكتهم بالايميل مشوا لهم رسائل كلمات والله اسئله جاوبوا عليهم سواء في الخارج سواء ما قدروا نوصلهم، واللي في موريتانيا نوصلهم كاملين لان كلها يعطينا فكره، راه اللي عندنا يعني تعدوا الافكار تعدوا الاراء، حتى رقاش بسيط يقدر يعطي فكره زينه. هون عندنا قدو جباس عنا هون الفكره ما تتعرق عليه غير عاد نوع من اثراء الوثيقه، غير في النهايه الوثيقه يعود عليها لا شيء متفق عليه في النهايه. اللي نضيف شوي ملاحظه شوي على انه من تقريبا يعود سنه اشتغلت على بحث قالوا المجتمع المدني الثقافي، وهذا قد عود المدني الثقافي على انه على انه احنا اين تلهي نوصله، على انه مثلا في مجال المجتمع المدني عندها تخصصيه سواء في المجال الثقافي سواء في المجال الحقوقي سواء المجال التنموي سواء الى اخره، حتى التعليمي والصحي الى اخره، معنى انه غياب تخصصيه داخل المجتمع خلق حاله من الميوعه على انه عادت المفاهيم ما كانت مضبوطه وعادت التخصصات ما هي محدده وفيه نوع من الى اخره. وهذه الفوضى انا شاك على انه نين الى حد نتقدموا شوي في العمل اللي واحدين فيه، نقدروا نطرحوا لها ضوابط نطرحوا لها قيود اياك تتوصل الامور وتعود الى حد ما هم الى احترام الاطار، انه مثلا المثقف يعود يعرف الاطار اللي يتحرك فيه وانت يوفى هذا الاطار، ويعرف شنو هي الحدود الفاصله بينه مع الاطار الاخر. وهذا الى حد ما كان عنه عمل تراكمي كي قال لكم محمد مازال عنده نفس محتاج نفس طويل. ولا بد يشتغل حد عليه بشكل تراكمي. زين محمد انت بصفك والمنسق لهذه المجموعه الوطنيه للسياسات الثقافيه، من ترى شنو كان مدى تفاعل معك الناس اللي في كونتاكتيت في هذا المجال؟ من ترى نسبة تفاعلهم سواء الجهات الرسمية ولا الجهات الخاصة ولا الجهات جميل. أولا احنا سابقنا بدو قررنا كونتاكت وزارة الثقافة به اللي شاكل أنا هي الراعي الرسمي للرواية يا تعود به اللي هي اللي يعني عقب ذلك نقدموا لها الوثيقة ما فهم خيار آخر عنها، غير مولي تخمن في مجموعة من مؤسسات رسمية الأخرى لما وزارة الثقافة اللي عندها علاقة بالثقافة، تعليم مثلا العالي والتعليم الأخر مو عالي اللي عادي، سياحة لأن يعني الثقافة في النهاية نوع من خارج الثقافة السياحية وخارج السياحة الثقافية، دونك ضروري عن السياحة ووزارة اللجنة الوطنية لليونسكو اللي هي مولي الراعي وزارة الثقافة عاطيتها تعود مشرفة على قضية الثقافة، وزارات كان عندهم علاقة بالثقافة جيناهم تكلمنا معاهم وبالتالي جبرنا الفكرة واضحة ولا خلاف عليها، واكيد خصوصا وزاره الثقافه اللي هي رسميه اعطتنا الضوء الاخضر عن عندنا ماشي معنا في الروايه وعندنا نعودوا نحن عندنا من القدره عندنا نجمع الفاعلين الثقافي المستقلين كاملين على كلمه واحده، وعندنا شو فيه الناس كامله على كلمه ما هي اللي تبعنا غير احنا حاله التحدي قدامنا احنا مدركين نقدروا لك احنا ماشي بعد الطريق سنتين لين فتنا خطينا الجانب الرسمي سنتين نتواصلوا مع شيء ظاهر نحن عنه يقدر ينطلق عليه مؤسسه ثقافيه واذا ما هو ياسر حتى في موريتانيا مثلا مؤسسات ثقافيه موريتانيا مستقله ياسر طبعا خليني نقول خاطي دار السينمائيين في اللي عند الفكرة كان عندنا مثلا مؤسسه قالها مؤسسه السلام عليكم اللي هي عند الهيب هوب عندنا مؤسسه هيئه المعلومه مثل ميداح اللي هي تعدل الثقافه عندنا مجموعه من المؤسسات نبتهم جايين احنا عنهم وصلوا لمرحله من الاحترافيه عندنا اتحاد المسرحيين
يقدوا عادي اودوك الشريك ما ماك شايف عن فم تركيز على 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 جهه معينه من المثقفين مثلا حسبي ما سميت لي مثلا الشعراء حسبي دور حسبي لماذا 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 لان ببساطه انا في البدايه لاهين في لاهين فيزي ولا لاهين نستهدف مؤسسات ثقافيه شكل على مؤسسه مؤسسه انا ما كل شيء نطلق عليه اتحاد الادباء انا عضو فيه وعضو في مكتب التنفيذي وزملائي كامل غير ذنبي غير ذيك المؤسسه اللي نحن راك معاني منها حالا ذات موضوع اخر ولا اتحاد الادباء غير المؤسسات الاخرى المستقره برك مستقره خلينا نقول كونتاكتيناها كاملين وجمعنا مجموعه من الناس على فكره اسباس كاميرا ولا فضاء كاميرا ثقافي جمعنا الناس وتوافقوا كاملين هون بدانا مرحله اخرى اللي هي ايش؟ اللي هي توسيع الفكره وكونتاكت اكبر عدد ممكن بالتالي حالنا احنا بين كونتاكتو من يعني كونتاكتو سينمائيين يعني كونتاكتو مسرحيين يعني كونتاكتو الشعراء يعني كونتاكتو الفنانين التشكيليين يعني كونتاكتو الباحثين في الثقافه يعني نتواصلوا مع الثقافات الشعبيه الناس اللي سواء الناس تعمل فيها بحوث سواء الناس اللي تمارسها لكن فتحوا عقب ذاك المرحله اكبر الرياضيين هم زاد اركانهم يدخلوا في اركان الرياضه الرياضه التقليديه فعلا لا هم يعني هذا نوع من الثقافه انت قلت رياضه تخمس في بالون مفاهيم ايضا اخرى لان فتحوا صلاش الانديه الثقافيه الشباب اللي يشتغلوا في الثقافه اللي عدوا المسرح واللي عدوا السينما واللي عدوا دوك هما اللي مرحله اخرى من الانفتاح دوك احنا حالا خلينا نقولوا عنا قبلنا الخطوه الاولى والخطوه الثانيه اللي هي عنا احنا حالا محضرين 400 اسم من موريتانيا كامله 400 اسم قلنا عنا هي اللي تعود الخطوه الثانيه نبدأ بها هؤلاء 400 اسم لان مشروعهم استمارات يملاهم استمارات في مجموعه من الاسئله الاوليه وعقب ذلك نطلبوهم لانضمام للجمع يعودوا هؤلاء 400 اللي نحن ناقلينهم على مجموعه من المعايير من ابسطها عنهم باعين ثقافيا عنهم يقدروا يضيفوا عنهم متنوعين من موريتانيا كامله جغرافيا وموريتانيا عرقيا وموريتانيا مثلا موريتانيا كامله بشكل عام وكلها يقدروا عندنا هذه 400 هي البدايه هي اللي تعبر معنا المؤتمر الاول اللي على اساسه يتحدوا مجموعه من الفهم مجموعه من الافكار يا غير هاي 400 لا حدها هي البدايه الفعليه للمشروع ننطلقوا عقب ذاك وحنا فيزيين ما بين 5000 الى 10000 رقاج انا اخترت نقول رقاج ياك ما نقول مثقف يشتغل مدار ثقافي وكلها يدلي بدل وزير وين وانتم كل سنه عندهم مؤتمر نجمعوا له ناس كامله متعلقه بالثقافه وتعود كل مره تتقدم الوثيقه يعني انت تكتمل هاي الوثيقه اللي تخموا عنها تعود بتعود كبيره 100 صفحه ولا 200 صفحه ولا 1000 صفحه بروبابا غير ما تبقى شارده ولا وارده مدار الثقافه متعلقه بموريتانيا ما شدت اخبار وبعد فيها افكار وبروبوزات في الشعر الدولي. جيد هون هي الوثيقه من درا كانها لا تعود ما دامت لا تتضمن الامور المتفقه عليها وهذا الشيء طبيعي من درا خالق امور لا تبقى امور ثقافيا والله البعض يعتبرها ثقافيه وهي عندها مكانه في الثقافه على الاقل على المستوى الشعبي الثقافه الشعبيه. من درا ذيك شنو لا يعود مصيرها؟ من درا كان الوثيقه لا تعود مرينه تعود مثلا تقد تغير في وقت لاحق والله تقد تطر عليها تعديلات. والله لا تعود وثيقه شو ما هم فيها ما هو معتمد كثقافه وبالتالي خالقه امور لا تعود ما هي اتفاقيه لا تعود نافعه تنحسب من الثقافه. كل وارد لا يتمرر. ما محل اتفاق ماني قايلها. يا اخي متاكد عن خالق شي دور عود ما ثقافه شعبيه خالق ياسر ماشي قد يجي ما محل اتفاق ولا يتوافق عليه الناس كامله وبالتاكيد متاكد على ما نقبلوا واحنا قاعد اذا عدلناها نزال البرلمان نزال فقط من الثقافه ولا ما الثقافه المفهوم اللي قلت لك انا حالا اللي انطلقنا منه ما لا يبقى منها شيء احنا بعد كمشرفين عليها يا اخي احنا عرفوا عنا مولي احنا دوله نزال البرلمان اللي جاء عقب ذاك والنواب زاد هم اللي عندهم ارائهم ويقدوا قايم حوله كامل ويقدوا يضيفوا شيء ويقدوا يقدوا يعيطوا لنا يتسارون بتيتر ما نعرف احتمال يقدروا يعدلوا المهم في النهايه عند الوثيقه انت خليك احنا عدلنا هدفنا وهذا انا بعد كشخص نعود مطمئن عن التعاون بيدي انطلقت من روايه عنها اشتغل عنه شغل جماعه ياسر من الناس ياسر من الافكار ياسر من الاراء وغربل وجاي من روايه مضبوطه طلبات هاو الناس من الدوله من ناحيه مثلا يسووا يدوروا كل مدينه مثلا تعود فيها دار سينما ولا دار نشر ولا تعود فيها مسرح ولا يا الله طالبين من الدوله عنها 1% من ميزانيه تخصص الثقافه ولا طالبين من الدوله تدعم ذيك الولايات الماديه الطلبات وطلبات الاخرى
اللي هي ستاتي معناها من عنده كارت بروفيسيونيل من كل حاجة يجبر بطاقة مهنية كفنان يكمل لي في الدول الأخرى حد عنده بطاقة فنان تخفض له ياسر الأمور تخفض له نقل تخفض له جزوال شنو الأمور عند الفنانين وعند الصحفيين في العالم كامل امتيازات نعطاها للفنانين بشكل عام ذوك الأمور كاملة شد أخبارهم في هذه الوثيقة أساسا صالح الفنان ولا في صالح الناس خلينا دار الثقافه الشعراء ما لي عاد عندهم شيء شعراء الناس المتقاعدين خرج على مجال ثم جزان محمد مركز على يبان هي مبادرة قائمة به دار السينمائيين معناها أنكم مركزين على الفنانين أكثر ربع ولي لاحظت أنا من خلال كذا لا مو بعد أنا اكتشفت عن كل تسا وبين المراقبة كاملة واحد على الشعر فنان واحد على الكاتب فنان ما دور ضار فنان يقول هوتو ده كامل احنا اللي اخترنا توضح لها ينفع ضروري ضروري الشعراء الحمد لله لقيتوا هاي فنان عين الناس كاملة لا يشعر لا يحس البعض يتعلم الناس كامل اللي يصنع يعرف يصنع قدحة بالنسبة لفنان اللي يعرف يسبق يقال كان هي سياسة ثقافية نحن ندور ثقافة أساس طيب الراجل ما طلع عندنا ياسين الوقت بعدين رانا لك معناه أن نعطوهم كلهم كلمة أخيرة وخلوا الأسئلة عادوا على كتابات الراجل مثلا شن هي أبرز العراقيل بما أنكم فدتوا لكم بارك سنتين اللي متوقعين عنها تقدر تواجهكم في الإتمام هذه المبادرة والله المشروع يعني هو شخصيا ممكن نقول على ان عمل المجموعه الى حد ما كان مبدئيا المنطق اللي انطلقنا به على انه احنا محتاجين يعود عندنا نفس في عملنا وكيف حاول اتكلم محمد يقعد ما اضاء حتى قضيه اللي قال له اللقاءات والتحسيس اللي خلق في بعض المناسبات بعض مثلا الادارات وبعض المؤسسات وبعض الشخصيات اللي نعود نبرمج معاهم لقاءات والاعتبارات معينه تخلق ظروف ما تسمح بذيك اللقاءات وطبعا هذا اللي يعرقل الاجنده اللي موجوده عندنا ويكثف على انه مثلا هم مثلا برمجه مثلا مع مؤسسه معينه لاعتبار معين يخليك ظرف طارئ لهذه المؤسسه تضطر انك تاجل اللقاء وهذا هو اللي سبب فعلا انه خلق تاخر في الاجنده اللي كانت عندنا باللي هم كان مصيب لي في البدايه على انه المفروض على أن تعدل له تحسيس عام ويندار في الصوره ويهيئ ياك يدعم تمهيد الوثيقه ذلك ما قدينا نوصلوا له به اللي مثلا ترتيب لقاء مع مدير مؤسسه والله مع وزير والله مع برلماني والله مع فنان والله مع مؤسسه معينه في كل ما هو دائما يخلق في التوقيت اللي كان مبرمج لذلك هذا يأثر على البرمجه الموجوده عندنا نحن وايضا احنا كعاملين في هذه المجموعه عباره عن متطوعين عندنا احنا اكراهاتنا الخاصه وعندنا ظروفنا الخاصه وعندنا هذه الاعتبارات هذا كله في نظري القى بظلاله على عمل المجموعه ويقعد عود شوي اخرنا عن ذاك اللي كنا متوقعين باللي كان فعلا هم نفس كبير تاخرنا نسبيا عن ان نستهدفوا ذاك من الاشخاص اللي كان يعطي نستهدفوا كاملين. كما قال لكم محمد قضيه الاستماره اللي تحدث عنها هو تم اطلاق الاستماره وفي مجموعات كبيره تثبت للجمعيه ودعمتها وايدتها وممكن تشوفوا على موقع على صفحه الجمعيه على المجموعه على الفيسبوك في تفاعل معها وفيهم اللي تفاعل من طرف المجموعه مع عدد كبير من الاحداث والفعاليات تخلق بموريتانيا سواء اللقاءات سواء الفعاليات الثقافيه تخلق في البلد تحضر المجموعه وتشارك فيها وتعطي وجهه نظرها وكان من هذه الأمثلة على أنه لما تم تحضير ورشة الثقافة والمجتمع والدين والرياضة في إطار اللقاء الشبابي هذا كانت المجموعة حاضرة في اقتراح وثيقة خاصة اللي قال البعد الثقافي سواء تعلق الأمر بضرورة وجود معارض سواء تعلق الأمر بضرورة زيادة التمويلات اللي مخصصة لقطاع الثقافة سواء تعلق الأمر بضرورة تكوين وتمهين العاملين ذوي الحقل اللي له سواء تعلق الأمر بابتكار وخلق هيئات جديدة طبعا من بينها المجلس على الشباب من بينها هيئة عليا للتراث من بين إلى آخره معنى أنه حتى دار النشر إلى آخره هم ياسر من الأمور اللي كان للمجموعة دور كبير في طرحها على طاولة النقاش وتقديمها والضغط من أجل على أنها تعود على أجندة الجهات العليا وتمررها هم للقطاعات الوصية والمختصة معناها على أنه ظروفنا بأخذها في الاعتبار
يدعون شوي يخليك تاخر يقير، ذاك التاخر كان ما كان عنده انعكاس سلبي على العمل. احنا الان ماشيين بوتيره لا باس بها، وتواصلنا مع مؤسسات كبيره، وحسينا على انه ما من المفروض نستعجل في العمل اللي ذا، بدي عمل تحسيسي، العمل التحسيسي لا بد له من نفس، ما تقدر تعدله بسنه واحده وتفهم انه لا هون ما تجي فايته، تجي فايته لان انت تعطيه فتره اطول وتتعامل مع الظروف اللي تقدر تخلق وتقدر تعيقك. وهذا انا بالنسبه لي كان نقطه قوه ما كان نقطه ضعف، لذلك متحمس جدا على انه كل ما اعطينا الوقت لعملنا كل ما اضمننا على انه يوصل للنتائج المطلوبه. جيد. محمد الراجل تحدث عن مشاركه المجموعه في انشطه ثقافيه مختلفه، المجموعه لم تدعو لانشطه خاصه بها يعني سبيلا لشرح اهداف في اطار مهمتها القائمه بها كامله؟ نحن قمنا بمجموعه من اللقاءات، ربما الانشطه الوحيده اللي قمنا بها الان هم اللقاءات، لقاءات الاكبر عدد ممكن، كل حد نجوم نتكلم معاه، شفتوا مع الاخبار ذي الواحد دي وسينا ما قلنا قالها الراجل الحمد لله ذكر عنا، استهدفنا البرلمانيين المنتخبين، برلمانيين والعمد والمستشارين العاديين وبلديه نواكشوط وبلديات الاخرين، بلديه نواكشوط يعني ولكن يعني المجموعه وعين البلديات الاخرين، بالتالي الناس اللي موريتانيا قاهم اصواتهم ونحن مهم عندنا يحسوا بالواحد اللي فيه، واكيد وقوفهم معنا دعم كبير، يعني يعود قرار عمده عنه يعدل سياسه ثقافيه لبلديته في حد نعتبره انجاز، وبالتالي اجبرنا ياسر من العمد مستعد انه وبعد اللي عتليه لا بلديته قد يطلق فيها سياسه ثقافيه خاصه بدعم الثقافه في ذيك البلديه، واكيد نجحنا فيها اكثر من مره. خليني نقول عن كيف ما قال الراجل عندنا باختصار عندنا فخورين بضيفتنا عدلنا وطريق قدامنا طويله ماشيينها، مره نجرو مره نقطب الشور مره نوقف ونخرصوا كان ماشي ولا ما ماشي، نعرفوا عن الطريق كبيره يعني نعرفوا عنا معنا مستعجلين وعنا نقعد قدامنا مطب بدون نوقفوا لين نعرفوا الطريقه اللي نتخطاوا بها، ونعرفوا عنه ما هو سهل به اللي الواحد فيه صعيب وبه اللي به اللي دور يكون حد عنه ما هو شغلتنا، يعني نحن نعرفوا عنه وقفوا دون وعنا نشتغل في الميدان وعنا لما عدلنا نحن ما خرج حد يعدوا عنا، واكيد الدوله تعدل ذاك اللي قاعده تعدل والله ما عدلته والله ذاك ما يعني نحن، غير احنا بعد كفاعلين ثقافيين ما نخلوا الامور تتم ذنبتها، يعني نحركوها يعني نجمعوا الناس على فكره معينه واذا نقنعوا الدوله بهذه الفكره عدلتها ما عدلتها نعدلوا ذاك العلم. جيد. اذا شكرا جزيلا الشاعر محمد دولي دومو منسق المجموعه الوطنيه للسياسات الثقافيه، اشكر كذلك كاتب المجموعه سكرتير المجموعه الراجل عمر اللبويليل. شكرا مشاهدينا الكرام على كرم المتابعه، نلتقي بعد الفاصل باذن الله.